واعتقلت القوات الأمنية العراقية 11 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة في محافظة كركوك. قالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي اليوم إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بالفعل من اعتقال 9 من عناصر داعش، بينهم امرأة من المطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وأضاف أن ذلك جاء لمبايعتهم للعصابات الإرهابية وحمل السلاح والقتال ضمن صفوف داعش ونصب السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي. هذا وأوضحت أن الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت بعملية أخرى من اعتقال 2 من الإرهابيين الخطرين عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك. عبر الهاتف من بغداد الدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي. دكتور أحمد، أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة من أحداث اليوم. أهلا وسهلا بكم، حياكم. نعم. الله، يبدو أن العمل يعني في محافظة كركوك تحديدا يجري على قدم وساق، ليست هذه هي المرة الأولى في هذا الأسبوع يتم القبض على عناصر من داعش في داخل كركوك. يعني هل لك في البداية أن تكلمنا على طبيعة هذه المحافظة ولماذا فيها هذا الكم من الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري في كركوك هو من حيث التقييم تهديد سياسي. دكتور أحمد، وضع إقليمي يسعى بشكل أو بآخر إلى استدراجنا في هذه الفترة في معادلة صراع جديدة تجمع في محاورها كركوك والموصل كذلك. وخطورة ما يجري في كركوك أنه رغبة لإذكاء الأزمة القومية والعرقية. يعني إذا كنا قد تخطينا الأزمة الطائفية ففي كركوك ما يجري هو رغبة في إحداث صدام على أسس قومية بين القومية التركية والكرد والعرب. وهذه معادلة خطرة جدا، لذلك احنا نقيمها بالتهديد السيادي، وكما أكدنا أنه تهديد وافد عبر الحدود. الجهد الاستخباري في هذه المعادلة جهد بالحقيقة فاعل ومؤثر، يرتكز على قاعدة بيانات مصدرها السكان المحليين، ثم التعاون الذي جرى في تنسيق المواقف بين البيشمركة والأسايش وبين القوات الاتحادية عزز كثيرا من القدرات في الميدان وسد الثغرات التي كانت موجودة في قواطع العمليات. هذه كلها جعلت العمليات الاستباقية ناجحة، ولكن لا نستطيع لحد الآن الحديث عن أننا وصلنا إلى حالة الاطمئنان في إدارة الصراع في هذه المحافظة، لأنه لا زال التسلل قائم وإمكانية التنظيم في تأمين الموارد البشرية بل حتى القدرات القتالية متاح، ولذلك نعم. تبقى هذه المنطقة مصدر قلق. نعم، طيب دكتور أحمد، يعني دعني أفهم منك إذا سمحت ما جاء في بيان القوات الأمنية العراقية. يعني من تهم من تم القبض عليهم ما يتعلق بنصب السيطرات الوهمية، دعني أفهم منك هذا المصطلح إذا سمحت. نعم، بالحقيقة التنظيم يميل في كثير من الأحيان إلى استثمار الفضاءات المفتوحة التي هي يعني غير ممسوكة عسكريا وغير منظورة أمنيا لينتشر فيها، وهذه خطوط نقل برية تربط محافظات وتقترب من المناطق الجبلية، وهو يتسلل من المناطق الجبلية يقطع خطوط النقل الاستراتيجي لخلق حالة إرباك. وبالحقيقة الجهد الاستخباري بالتحديد الجهد الجوي عبر الطيران سواء كان المسير أو الطيران الحربي يرصد مثل هكذا نشاطات ثم يجري لها متابعة، فأينما تستقر تتحرك قطاعاتنا بعمليات، تارة تكون عمليات برية، وفي بعض الأحيان نعتمد على جهاز مكافحة الإرهاب بوصفه قوة محمولة جوا في تأمين طيران الجيش لطائرات حتى يقوم بعمليات إنزال جوي للتعرض إذا كان مسألة التنقل البري فيها محاذير الإغارة والكمائن. نعم، طيب طبيعة عمل الخلايا النائمة دكتور أحمد، يعني كما نعلم أن داخل العراق لم يتبقى إلا خلايا نائمة من تنظيم داعش الإرهابي، ربما تم الذكر قبل ذلك أن هذه الخلايا النائمة تقوم بنقل المعلومات اللوجستية إلى يعني قادة هذه التنظيمات في الخارج، كيف يتم ذلك دكتور أحمد؟ يعني وطريقة التواصل بينهم في الداخل العراقي والخارج؟
بالحقيقة هذه نكون بها في معالجتها نكون أكثر صراحة. لا زالت هناك أذرع سياسية فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي متواطئة مع المشاريع الإقليمية، وهي بحكم ارتباطها وبحكم ما تمتلكه من حصانة تستطيع أن تؤمن عناصر ميدانية لخلق حالة من التواصل بين الجهات الإقليمية وبين الداخل العراقي. وما يؤسف إليه أنه في كثير من الأحيان هذه الشخصيات السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي والتي لديها حصانة قادرة على أن تحرك أتباعها وتعطيهم نوعا من المرونة في تخطي الإجراءات الأمنية. لذلك لا نقول أن الخرق هو فقط خرق أمني بقدر ما هو خرق سياسي. هؤلاء بالحقيقة يحتاجون من لدن يعني رأس السلطة التنفيذية وأعني به السيد القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراءات رادعة، لأنه يمتلك مثل هكذا صلاحيات في رصد واستمكان خطوط الخرق السياسية ولديه الصلاحيات الدستورية في إسكات مثل هكذا نشاط. لكن ما يؤسف إلى أن المحاصصة الحزبية تسكت إرادة صانع القرار السياسي وتجعل هؤلاء فاعلين ومؤثرين في المشهد الأمني والعسكري والسياسي. وضحت صورة. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل من بغداد. كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.